ناري مهمتي، يا ناري مهمتي، عيش نهار تسمع اخبار اخوتي يا خواتاتي، عيش نهار تسمع اخبار ما حدنا غاديين. وحنا كنشوفو في اليوتيوب غير ما كيف ما تنقولو، كنشوفو غير الحوايج اللي ماشي هي هذيك اخوتي خواتاتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. خليكم اخوتي وغادي تسمعوا واحد الاوديو اشنو اللي فيه، غادي تكون يعني اكثر من صدمه اخوتي خواتاتي على بخربه. غادي تسمعوه شنو كان تيدير هو اصلا قبل ما يجي اللي يخرج لبرا، وقبل من اللي كان باقي يعني في داك اللاج اللي راكم عارفين. غادي نخليكم اخوتي وتسمعوا اشنو كان تيدير بخربه بحوالق. تسمعوا اخوتي خواتاتي، خليكم معايا وتصنتوا مزيان لهذا الاوديو، وخليوا التعاليق ديالكم، وخليوا اخوتي الله يسهل عليكم، وخليوا لايكات فضلا وليس امرا، وشكرا لكم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وخليكم اخوتي مع الاوديو. لا خديجه، واش هاد السيد ما عقلتيوش على كلامه الاول فاش بدا اليوتيوب؟ ما سمعتيوش ملي كان كيقول لك حنا كنا مسيبين، كنمشي بالحفا، ما كان واحد النهار مشيت بالحفا والمعلمه دورتني على الاقسام، وما كنتش كنجبر ما ناكل، وما وهذيك خالتي اللي على برا كتجيب ولدها كتفشو، هو كيشرب كولاكا والحليب وحنا كنشربو اتاي، كان مسيب مسكين ما عنده والو. لا هذا هادشي وفين كانت هاد امو اللي كانت كتربيه؟ فين كانت وهي كتقول لك لاباس عليها وما خصها والو وكانت مربياه؟ فين كانت؟ هو كان عايش مع جداته، مع مولا، مع با سيدو، هما اللي كانوا قادين به. مولا الله اللي مسكينه جداته اللي كانت هي اللي حاضياتك، علاش هي النهار اللي طلقت مو كانت مو كتبكي على ولادها كتقول لها يا امي انا غنجوج ولادي كيف غندير لهم؟ لا انا ما نجوجش، شي لا انا ما نجوجش. كيقولوا لها لا خصك تستري راسك، ما تبقايش ماشيه ماجيه بلا راجل، استري راسك. الهضره الناس بزاف، استري راسك، الاولاد ماشي شغلك فيهم، الاولاد حنا اللي غنتكلفوا بهم، خليهم معايا. هذه امي، هذه امهم لله الله يرحمها جداته، هي كانت تقول لهم سيدي العدول الولاد امهم تتبكي عليهم ما غيخصهم والو، الولاد غيبقاو معايا. هي امهم ماشي برات فيهم، امهم كلاوها عاوتاني ملي كانت كدير الترابندو كتمشي كتجي تيقولوا لها ما تبقاش بلا جواج، تجوجي ولا جلسي في الدار. اما المراه تبقى خارجه داخله بلا راجل، لا استري راسك. اذا وشاء الام ديالها هي اللي قالت له العدول اسيدي والباهم اسيدي الاولاد ما تهمكمش، الا كان الاولاد هما المشكل ديالكم الاولاد هما معايا، اللي كتب الله امهم وما بغات الا عندها باش تعاون تعاون، ما عندهاش الله غالب. ولكن ملي كانت امهم تخدم الترابندو راه كان كيمشي يعاونها وكتفرق معاه، ومع الاخر الكبير كانت كيعاونها وكتعطيهم، وما كتخليش من ديك الترابندو اللي كانت كتجيب الكاشير والفرماج، كانت كتجيب السبرديلات، كانت كتجيب الجين، كانت كتجيب الحوايج، كلشي منهم كيبدا كتبدا بهم، عاد كتفضل كيختاروا هما ما بغاو، عاد هي كتدي الباقي. اختاروا وليداتي اللي بغيتيو، وهي ملي كانت كتخدم الترابندو راه كانت مازال ما مجوجاش، كانت كتعاون، كانت كتشري لهم كتبرعهم، وملي تجوجات كتعاونهم باللي كتب الله. والراجل الله يعمرها سلعه، راجلها الله يعمرها سلعه، عمرو ما هضر معاها، عمرو ما عارضها باش علاش تعاون، علاش تعطي لولادها؟ لانه هو عارفها النهار اللي تزوج بها عارف الا عندها الولاد. وهو ياك هو كان كيقول ما عندي شاف الاول، كان كيقول لك هو عاش مقطع، دابا ولا عاوتاني خالته اللي رباته، هذيك خالته مسكينه تربي راسها وتربي ولادها، علاش غتدخل في الترابي ديال ولاد الناس؟ علاش؟ واش انا الا كان عندي ولادي مش نقد لولادي عاد نمشي نربي ولاد الناس؟ امهم لالاهم يعني جداتهم هي اللي كانت مكلفه بيهم، هي اللي كانت قاده بيهم. هذيك خالته اللي دابا هذيك راها غيدعن، هذيك راها غير مرشيه من عنده، انا نقولها لك
هذيك راه مرشيه من عنده، عينا نقولوا لها بعدينا من المشاكل ديال النعيمه البدويه او البعراويه، ما عرفتش عينا نبعدوا حنا عائلتنا ماشي ديال هذا الشيء، ماشي ديال الفضايح، عائلتنا ديال المستورين، عائلتنا عشنا مستورين، ناضوا تعرفوا لنا مع الزبل بحالهم حاشاكم يا اللي كتسمعوا، اللي قال لك اللي كيدير راسه في النخاله تينقبوه الدجاج، داروا راسهم في الوسخ، هما جبدوا لنا الوسخ، نعلط الله وعاليهم بجوج بيهم، امهم ما كطالبش اللي يعاونها، امهم كطالب هو يستر راسو ما يبقاش يلبس اللباس ديال العيالات، علاش خرجت بالعكار؟ علاش خرجت بالعيالات؟ باللباس العيالات، هذيك خالتو اللي دابا كتقول لك امو، اللي كتقول لك رباتو، في واحد الوقت راها كانت كدير به بينا في الحومه، وشهد واحد خو من كتشهد حتى من العائله كتقول شهدوا معايا، راه فضحناه في الحومه، نمشي نجيب له البوليس، علاش كيدخلنا الاولاد والبنات للدار؟ كان ساكن فوق منها، سمعتي؟ دابا اللي ولات حنينه عليه تحنوا، وهو رون ختور ماها مسكينه في الزنقه بثلاثه د الاولاد والراجل، كتعرفوا لي زيميغرون راها ايميغرون تما باش تعيد، راه ما هي وما لونها، وهذا عاد كتقول لك فيه الحنان، منين جاه الحنان؟ اللي غير مختو داها ولا رماها، هذا ماشي ما عنده قلبه ديال وصب الاسلام، فين هما المسلمين اللي كيصبوا هو الاسلام؟ فين هي الحجاج عليه هذا؟ خصهم يحتجوا عليه اللي قال الله ينعل دين الاسلام، والله يستر ما نخرجها فمي اعوذ بالله من الشيطان الراجل، سب الاسلام راه خصو يتعاقب على هذا الشيء، وهذيك اللي كتساندو خليها تساندو في الخاف الهويه، خليها تساندو في الهويه، اما مخوه ما تيطالبوش حتى الحاجه، تيطالبو يحيد من الفضايح، يبعد من الحوايج العيالات، من العكار، من الكحول، هي منين بغات تديه للكوميساريه راه كان تيدير حتى الحوالق، وكان كيلبس الجيبه، هذيك الساعه هي كانت دايالو دايالو البينه، ودابا لا، دابا علاش مو ناضت تطالب بالستره؟ منين ناضت مو كطالب بالستره ناضت هي تفضحها، واش غادي نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اللي كيتلاقى مع اللي كيدير راسو في النخاله تينقبوا الدجاج، تلاقوا مع الزبل ولا وزبل، ما حنا عائله مستوره حاشا لله واش نخرجوا في هذا الشيء. واش سمعتو خوتي هادشي اللي راني سمعت؟ واش سمعتو خوتي هادشي اللي راني سمعت؟ كنتمنى الحباب تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا شنو كاين. واش سمعتو خوتي بخربة شنو كان تيدير؟ واش سمعتو شنو كان كيدير؟ هادشي صادم اخوتي، هادشي صادم، وقال لك السفيه كيقرا ما فيه، السفيه كيقرا ما فيه. سمعتو كيفاش قالت السيده بان كان كيدير الحوالق ويدير العكار، وكانت دائما كتديه الكوميساريه. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عليها كنشوفوه كيفاش كيلبس لباس النساء، كيفاش كيدير العكار، كيفاش كيدير الكحل، يعني هو مولف كيدير داك الشيء. باش هو كان تيدير داك الشيء وكان تيديرو متقول، لانه هو مولف باللباس النساء، مولف كيلبس الصايا، مولف كيدير العكار، وحتى الحوالق اخوتي. هادشي صادم، هادشي صادم اخوتي. كيف ما قالت هي، قالت لك تلاقى مع الوسخ، هو وسخ وتلاقى مع الوسخ. عليها كنشوفوه كيفاش كيضرب في الاخ يوسف الزروالي اللي هو الرجوله من الطفوله، كيضرب فيه وكيضرب له في الرجوله ديالو، لانه هو اصلا كوكان. ما خصنيش نقول هاد الهضره، وما خصنيش نقولها، لان ما غاديش نقولها، ولكن نتوما تفهموها. كوكان ما خصوش يقول هو هاد الهضره اصلا، وما خصوش ينعت الرجال، ينعتو بان ماشي راجل، لانه هو اولا بعدا كان كيستعمل الحوالق، كان كيدير العكار، كيلبس الصايا. خوتي خواتاتي، واش هادشي هذا كيجاكم؟ واش هادشي هذا خوتي ماشي المنكر؟ واش هادي ماشي فضيحه؟ هذا كان خاصو منين دخل اليوتيوب كان خاصو يستر راسو، ما يتدخلش في المشاكل، وما يجبدش عباد الله، وما يعايرش الناس بعادين عليه، وما يعايرش صحاب القنوات، لانه يكون عارف راسو بانه هو راه كارثه،
راه كارثة أصلا، وعنده أسرار من صغره إلى الكبر، وعنده أسرار. وإحنا كنا، أنا كنت كنشوفه وكنت كنقول هاد السيد ماشي طبيعي، وفعلا أخوتي صدق هاد السيد ماشي طبيعي، فعلا وقولا أصبح ماشي طبيعي. وهانتوما سمعتوا أخوتي، السيد راه كان في الصغر، يعني ماشي الصغر كاع صغير، وإنما يعني راه كان عزري، راه كان ماشي طبيعي. هانتوما سمعتوا كان كيدير الحوالق، كيلبس يعني اللباس ديال النساء، راكم عارفين اخوتي شكون اللي كيلبس اللباس ديال العيالات، وشكون اللي كيدير الحوالق. ما نزيدش نشرح لكم، راه الحمد لله كل شيء فاهم. لهادوك اللي كيكونوا دايرين هكا كيلبسوا لباس العيالات شنو تيكونوا. وشكرا لكم اخوتي، والله.